شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا للذين لا
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن أساء ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
تتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفلا تذكرون وقالوا ما هي
وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق.